تحية لكم مشاهدينا، وهذا اللقاء الأسبوعي معكم وإفريقيا، نظرة على شأن الإفريقي بكل ما يتعلق بأهم قضايا القارة السمراء وأهم الملفات الساخنة التي تشغل شغبها، خاصة وأن الدول الإفريقية ومع الأسف أصبحت عبارة عن عدة بؤر ساخنة. نلقاكم بعد الفاصل. البداية كالمعتاد نظرة على أهم أحداث القارة الإفريقية على مدار أسبوع كامل، ولنا ملف خاص دوما نعرضه في هذا البرنامج تماشيا مع السياسة الخارجية الواضحة الجديدة بالعودة نحو إفريقيا. اقتصاديا، شركة المقاولون العرب واحدة من الشركات التي لها تاريخ طويل في الدول الإفريقية في عدة دول في مجال البناء والإنشاء، وتتميز في هذا المجال خصوصا في دولة غينيا الاستوائية التي مؤخرا كان هناك استهامات من جانب الشركة سواء في مبنى السفارة الجديدة أو في مباني أخرى، نستعرضها في هذا التقرير. على أكتافها يعلو البناء وبسواعد رجالها يكتمل الأساس. إنها مصر بحضورها الطاغي في قلب القارة السمراء. إنها شركة المقاولون العرب، ممثل مصر في مختلف دول القارة ومن بينها غينيا الاستوائية. غينيا الاستوائية طبعا الدولة اللي احنا فيها عندنا حجم عمل كويس بيبلغ حوالي 180 مليون دولار في السنة. عندنا مشروعات دلوقتي كلها بنية تحتية ومشروعات إسكان ومشروعات طرق ومشروعات مية وصرف، محطات مية وصرف. فالحمد لله المشروعات كلها تم إنجازها بنجاح بفضل الله، ورئيس الجمهورية بيفتتحها بنفسه وبيوجه لنا دايما الشكر. أدوات متعددة للتواصل، دبلوماسية وثقافية واقتصادية ومادية، وكان من بين شهودها رجال المقاولون العرب الذين يتحملون عبء إقامة البنية التحتية وصيانتها في غينيا الاستوائية. دور المقاولين العرب طبعا هي القوة الناعمة لمصر. احنا طبعا من ضمن منظومة الدولة طبعا بتشتغل علشان يبقى في تقارب دايما مع الدول الأفريقية، واحنا يبقى في تكامل مع الدول الأفريقية. احنا جزء من الدولة واحنا بنشتغل علشان لينا بيبقى بعد اجتماعي في كل المشروعات اللي احنا بنعملها. شاهد جديد على عظمة مصر يرتفع يوما بعد يوم. إنه مبنى السفارة المصرية في العاصمة الغينية مالابو بسواعد أبناء المقاولون العرب الذين يمثلون حلقة وصل مهمة بين مصر وغينيا الاستوائية. ويبقى الوجود المصري مستمرا ومتواصلا مع غينيا الاستوائية من خلال مجالات تعاون متعددة، وسط توقعات بتدشين آفاق جديدة لتعزيز العلاقات بين الدولتين الأفريقيتين. من ملابو عاصمة غينيا الاستوائية، أمل صبري، النيل. ونتحول لمتابعة أيضا مستمرة في برنامجنا إفريقيا للشأن الليبي وتطوراته التي تذهب من سيء إلى أسوأ، رغم تعويل الأمل على اجتماعات الأمم المتحدة التي تعقد في جنيف الآن ومحاولاتها على الأقل للتوصل لفترة من وقف إطلاق النار، إلا أن الوضع على الأرض لم يتحسن بل يزداد سوءا، خصوصا مع تحول الصراع الليبي إلى صراع على ثروات البلاد. معزز هذا الأمر السيطرة على ميناء الصدر الليبي، أكبر موانئ النفط في البلاد، حيث تبادلت الفصائل المسلحة أعمال العنف وتبادلت الاتهامات فيما بينها بالمسؤولية عن هذه الأعمال وهذه الهجمات. طبعا هذا الأمر ليس بجديد على تطورات الشأن الليبي، ويزيد الأمر تعقيدا مع قوة الفصائل المسلحة على الأرض أمام محاولات الجيش الليبي التي لم تفلح حتى الآن في الدخول طرابلس. معي عبر الهاتف من طرابلس السيد عصام زبير الصحفي الليبي، أهلا بك سيد عصام. اهلا وسهلا بكم. يعني يبدو ان اجتماعات جنيف لم تنجح حتى الان. هو حقيقه الامر اننا بدانا نرى المشهد اكثر تعقيدا واكثر صعوبه، ما رشح هذا المشهد ان يزداد صعوبه، ان قوات حفتر بالامس كانت لديها هجوم على البنك المركزي بمدينه بنغازي،
وأثر ذلك حتى على المحاولات، مما جعل المؤتمر الوطني العام الذي يعتبر طرف في هذه المحادثات يعلق أعمال الحوار، وبذلك يزداد المشهد تأزما وتزداد الأمور تعقيدا أكثر مما كانت عليه في السابق. المسألة يعني كونها لا تعد فقط صراع على السلطة، لكن تحول الأمر إلى صراع حول الموانئ النفطية يعطي للأمر بعدا جديدا، وهو صراع مصالح على الأحرى. لأي مدى هذا يعني مؤشر خطير على طول أمد الأزمة؟ هو الحقيقة نحن لابد أن نقف إلى شيء معين، أن هناك حتى انحياز في المجتمع الدولي، والمجتمع الدولي يزيد في التأثير صراع داخلي، حتى الأطراف حتى الدول الإقليمية والدول الجوار لا مساهمة في ذلك. هذا الأمر أثر على ليبيا، حتى أننا أعطينا الشرعية لبعض الأزيزة التي هي أساسا ليست موجودة كأزيزة. مصر لديها جيش، تونس لديها جيش، وعندما قامت الثورات كان الجيش يحمي المواطن. أما ليبيا فليس لديها جيش، حتى ما يقال وما تقولونه بأنه الجيش الليبي ليس جيش ليبي هو، ولا جيش وطني سوى من أي طرفين، هي كتائب مسلحة تم ضمها على أساس أنها جيش. بس هذا كلام خطير سيد عصام، يعني على الأقل هذا الجيش يدافع عن الحكومة المنتخبة والبرلمان المنتخب. هل الذي يدافع عن الحكومة المنتخبة والبرلمان المنتخب يقوم بعملية سرقة لبنك مركزي؟ هل هكذا تتم؟ لابد أن نوصف الأشياء ونضعها في مسمياتها. يوم الأمس كانت ضربة وصدمة لأغلب الليبيين في ذلك، لم تكن وضعية صحيحة. كان يفترض الجيش أن يبنى على عقيدة ولاء لله وللوطن وحماية المواطن وحماية الإعلان الدستوري، إن لم يكن لدينا دستوري للعام، لكن هذا لم يتحقق، سواء حتى من الحكومة التي هي في حقيقة الأمر تصنف بعض الأشياء وتقوم ببعض المعاملات والتي تزيد المشهد تهجيجا، بالرغم أننا نتمنى أن نسعى للحوار. ليبيا لابد أن يكون فيها حوار، هي لا تتجاوز عدد سكانها 6 مليون، رقعتها كبيرة جدا، الثروات والأشياء موجودة لديها كبيرة وعظيمة. لو استغل الحوار في الموضع السليم واستغلت الأطراف السياسية ذلك والتجاذبات السياسية ابتعدت، لكان الأمر يسير نحو المشهد الذي يتوقع أن يكون. تكلمت عن الهلال النفطي، هذا الهلال النفطي هو الذي أربك ليبيا أثناء حكومة زيدان، تم قفل هذا الهلال النفطي وتكبدت الحكومة خسائر ما يقارب 35 مليار مباشر، وهناك خسائر غير مباشرة تصل إلى 30 مليار، وبذلك أضعفت الميزانية الليبية. إذا كان الأمر قبل عملية فجر ليبيا لم تحقق الميزانية للدولة الليبية إلا 15 مليار، فكيف أننا نتكلم عن أشياء؟ لابد أن توصف الأشياء بمسمياتها، ولابد أن نرى ونقرأ المشهد جيدا، ولا ننحاز لطرف دون آخر إذا أردنا أن نعمل على حلحلة الموقف في ليبيا. أما أن نقول حكومة شرعية ونقول ذلك وهي تمارس مسائل أخرى ليس كممارسات الحكومات الأخرى نتيجة لعدم وجود القضاء ولعدم وجود المحكمة الدستورية، فهذا أمر خطير جدا حتى أنها لم تعترف بالمحكمة الدستورية. أشكرك سيد عصام زبير الصحفي الليبي، كنت معنا من طرابلس. نتحول إلى الوضع في تونس، يبدو أن هناك مفاوضات وتغيرات على الساحة السياسية قد تغير المشهد التونسي، فحزب الاتحاد الوطني الحر ثالث أكبر التشكيلات بعد حزب نداء تونس وحركة النهضة قال إنه سيعلق مشاركته في مفاوضات تشكيل الحكومة بسبب ما قال إنه تراجع عن اتفاقات سابقة مع رئيس الوزراء المكلف بذلك. المشهد يوحي بتقارب أكبر ما بين حزب حركة نداء تونس وخصمه حركة النهضة التي قد تشارك في الحكومة المقبلة. أما الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي فقد كلف الحبيب الصيد وهو وزير داخلية سابق في 5 من الشهر الجاري بتشكيل حكومة. ومن المعروف أن الدستور ينص على أن يشكل رئيس الوزراء حكومته في مدة لا تتجاوز الشهر، وكان واضحا أن الاتحاد الوطني الحر يريد الاستفادة من الخلافات بين المنافسين الرئيسيين حركة النهضة وحزب نداء تونس ليكون قوة قد تساعد نداء تونس في الحصول على النصاب الكافي لمنح الثقة للحكومة، لكن هذا الأمر لم يتحقق. معي من تونس الصحفي التونسي السيد محمد بوغلاب. سيد محمد مساء الخير. مساء الخير. تعتقد بعد موقف حزب الاتحاد الوطني الحر الآن الحكومة القادمة ستكون ما بين حزب نداء تونس وحركة النهضة كما هو متوقع؟ هو أولا يعني حتى نكون منصفين، تعليق المشاورات لا يعني غلق الباب بشكل نهائي، يعني ما زال
مازال هناك إمكانية لفتح باب الحوار بين الاتحاد والوطني الحر باعتباره القوة البرلمانية الثالثة اليوم مع رئيس الحكومة المكلف لحبس. ولكن حتى ولو كان خرج الاتحاد الوطني الحر من المشاورات بشكل نهائي فإن التحالف لن يكون بين النداء والنهضة فقط. هناك حزب آفاق تونس صاحب 8 مقاعد في مجلس نواب الشعب، ويبدو أن رئيس الحكومة المكلف قد عرض على آفاق تونس 3 مقاعد وزارية وخطة كاتب دولة، ويتردد أن العرض قد يتحسن ليشمل 4 وزارات. نعم، لكن التصريحات التي خرجت عن الحزب الاتحاد الوطني الحر ربما لا تؤشر باحتمالية التوافق. شوف، يعني في السياسة كل شيء ممكن. رئيس الاتحاد الوطني الحر رجل أعمال ورئيس يعني جمعية رياضية مشهورة في تونس وأظن حتى في مصر، النادي الإفريقي، هو كان مرشح رئاسي منافس للبيجي قندي السبسي، وكانت حملته الرئاسية تقوم أساسا على استهداف الباجي قايد السبسي، ولكنه لاحقا كان أول من ساند الباجي قايد السبسي في الدورة الثانية للانتخابات. يعني فالتصريحات لا يمكن التعويل عليها بشكل جازم في تحديد المواقف. أظن أن الأقرب هو تحسين شروط التفاوض بين لحبيب الصيد ونداء تونس من جهة والاتحاد الوطني الحر وخاصة رئيس، لأنه حين نتحدث عن هذا الحزب الحديث والصغير يعني في السن نتحدث دائما عن رئيسه سليم الرياحي المثير للجدل. نعم، أشكرك السيد محمد بوغلاب الصحفي التونسي. نأتي للملف الرئيسي في هذه الحلقة ونعود للحديث فيه عن ملف حوض النيل. التصريحات الأخيرة لوزير الموارد المائية والري بخصوص سد النهضة ربما أنذرت برغبة إثيوبيا في إضاعة المزيد من الوقت أو كسب المزيد من الوقت أيا كانت هذه المسميات. وزارة الموارد المائية أو مصر رفضت هذا التأجيل وأصرت على الالتزام بالمدة الزمنية للتفاوض فيما بين الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا، وضرورة الإسراع في إعداد الدراسات الفنية اللازمة للوصول إلى حل توافقي نهائي. ربما الحديث عن سد النهضة الإثيوبي كان بالتزامن معه يظهر ما بين الحين والآخر مقترح بخصوص ربط مشروع ربط النيل بنهر الكونغو. هذا الملف ربما واجه إما اعتراض شديد إما تأييد شديد. المعترضين رأوا أن هناك عوائق هندسية وفنية تحول دون تنفيذ هذا المشروع بشكل قوي، والمؤيدين رأوا أنه حل سينقذ مصر من أطار سد النهضة إذا ما استمرت إثيوبيا في بنائه وتجاهلت كل المخاوف الفنية. التطورات في هذا الأمر رفض وزارة الموارد المائية والري مقترح مشروع ربط نهر النيل بنهر الكونغو نهائيا. الوزارة كلماتها الأخيرة كانت الرفض التام بناء على العوائق الفنية والهندسية التي تحول دون تنفيذ هذا المشروع على أرض الواقع، وبالتالي اعتباره ضرب من ضروب المستحيل. هذا المقترح كما أكدت الوزارة أكدت أنه لن يدرج ضمن خطط وزارة الموارد المائية والري لتنمية الموارد المائية. ووزير الري رأى أنه لابد التركيز على قضايا أخرى، ومن هذه القضايا الاستمرار في التفاوض بخصوص سد النهضة الإثيوبي. المؤيدين لمشروع ربط نهر النيل بنهر الكونغو كيف رأوا هذا القرار، وهل ما زالوا مصممين على الاستمرار في خطواتهم بإقناع الدولة وإقناع الخبراء الفنيين المعترضين على أهمية هذا المشروع بالنسبة لهم وأنه يمكن أن يتحقق بالفعل؟ هذا هو محور نقاشنا اليوم في أفريقيا،
ومعنا للحوار بخصوص هذا الأمر الدكتور نادر نور الدين أستاذ الزراعة والموارد المائية بجامعة القاهرة الذي نرحب به طبعا في هذه الحلقة من إفريقيا، ونبدأ معه النقاش بعد هذا التقرير. سنوات من الجدل صاحبت اقتراح ربط نهري النيل والكونغو حول مدى جدوى المشروع ومصادر تمويله وإمكانية تنفيذه فنيا. في الوقت الذي يصر فيه فريق عمل تنمية إفريقيا القائم على المشروع المضي في إنهائه وعمل شركات إفريقية لضمان نجاحه، رفضت وزارة الموارد المائية والري المقترح معللة ذلك ب 22 سببا فنيا، صفة المشروع بالخيالي. قرار الوزارة جاء بناء على تقرير أصدرته لجنة مشكلة من خبراء الري لمعرفة جدوى الاقتراح، حيث أشاروا إلى أن أسباب رفض المشروع ليست كلها فنية، ولكن هناك أسبابا سياسية واقتصادية. ومن هذه الأسباب السياسية عدم استقرار الأوضاع في الكونغو ومنع دستورها نقل المياه خارج أراضيها. أما اقتصاديا أعلنت اللجنة أن المشروع يحتاج إلى تكاليف باهظة لتنفيذه. الوزارة أوضحت أيضا أن الموارد المائية للبلاد تصل إلى 61 مليار متر مكعب، مشيرة إلى أنها لديها استراتيجية إعادة استخدام المياه مرة أخرى، مضيفة أن الحكومة لديها مشروعات لتفعيل بعض الاتفاقيات بنهر النيل في دول الحوض لزيادة موارد المياه بالنهر. وفي المقابل استنكر إبراهيم الفيوم إفريقيا رد وزارة الري معتبرا المشروع بمثابة أمن قومي، وليس من شأن الوزارة رفضه لأنه لا يعتمد على توصيل المياه فقط، ولكنه يشمل التنمية الإفريقية في كافة المجالات، مؤكدا على عدم وجود صعوبات هندسية للمشروع. أهلا بكم مشاهدينا من جديد. إذا ماذا بعد خطوة رفض وزارة الموارد المائية والري لمشروع ربط نهر النيل بنهر الكونغو، وقولها إن التركيز على بدائل أخرى في هذه المرحلة ربما يكون أجدى، على رأسها طبعا المفاوضات كما ذكرنا الخاصة بسد النهضة، أيضا مشروعات استقطاب الفواقد بأعالي النيل وقضايا المياه الأخرى داخل مصر. ربما تعقيب على هذا القرار ومناقشة له يفيدنا بها الدكتور نادر نور الدين أستاذ الزراعة والموارد المائية بكلية الزراعة جامعة القاهرة. أهلا بحضرتك مرة ثانية دكتور نادر. أولا رأيك الفني في مشروع ربط نهر الكونغو بنهر النيل، يعني كما ذكرنا في البداية هذا المشروع كان المفارقة فيه أنه مؤيديه يؤيدوه بشدة، وعلى العكس رافضي هذا المشروع يرفضونه بشدة، يعني لا يوجد وسط. كنت من أي فريق دكتور نادر؟ كنت فريق حيادي كأكاديمي جامعي بنظر للموضوع علميا، بنظر إلى مستقبل الأمن المائي في مصر سواء حاليا أو عام 2050 بحيادية. هنقول إن إحنا النهاردة تعداد سكان مصر 90 مليون نسمة، نحتاج إلى 90 مليار متر مكعب عشان يكون نصيب الفرد 1000 متر، يعني فوق حد الشح الماء. التسعين مليار دول اللي يلزموا الشعب المصري حاليا ما عنديش منهم الا 60، 55.5 من ميه النيل وخمسه مياه جوفيه وامطار. نعم. اذا انا النهارده في سنه 2015 باعاني فعلا في مصر من عجز 30 مليار متر مكعب. بدا الفلاح يشعر بهذا الكلام، بدا يستخدموا ميه المصارف بكثره في الري، بدات الدلتا اجزاء كتير منها تملح بسبب هذه النوعيه من المياه، بدا النيل يتلوث نتيجه نقص ميه الغسيل وتطهير النيل اول باول. اذا انا النهارده عندي 30 مليار. طيب سنه 2050 هيصل تعداد الشعب المصري الى 135 مليون نسمه. نعم.
هنحتاج 135 مليار، فيرتفع العجز الى 75 مليار. طيب اذا انا مختلف انه عندنا عجز مائي، يعني ده امر لا اختلاف عليه. المشروع كان حل ولا كنت تراه صعب التنفيذ؟ وتعقيبك على راي وزاره الري اللي قالت انه المشروع امامه عوائق هندسيه وفنيه عديده ورفض التنفيذ. انا لما كنت بكمل لحضرتك ان العجز هيكون 75 مليار في سنة 2050 بعد 35 من دلوقتي، معناها ان دراسات توفير هذا الكم الهائل من المياه، الدراسات المستقبلية ينبغي ان تتوفر من الان، لان 35 سنة في عمر الشعوب ده مسافة قليلة قوي. ده انا مطلوب مني اضاعف كمية المياه، انا النهاردة عندي 60 محتاج فوقيهم 75، فما هو المورد الضخم اللي ممكن يديني هذه الكمية من المياه؟ إذا عملنا كل محطات تحلية مياه البحر على البحر المتوسط والبحر الأحمر هتدينا 5 مليار بإمكانيات السعودية البترولية الهائلة وكده. إذن أنا ما زلت في حيرة عن مستقبل الأمن المائي الغامض في مصر، وبالتالي كان يبدو المشروع وكأنه أمل لتوفير كمية كبيرة من المياه. أنا مع المعارضين أن هناك صعوبات، يعني هي من ضمن أنا طبعا وزارة الري بعتت لي كواحد من خبراء المياه اللي في مصر اللي على الميل بتاعي ال 22 نقطة، ان منهم مثلا انه في امور رفضت الشركة المقدمة للمشروع انها تعرضها على وزارة الري، انه التكاليف قد ايه، انه الخط المسار بتاع المية ازاي هتغلبه على ارتفاع المناسيب ما بين نهر الكونغو ونهر النيل في ما يقرب من 160 متر منسوب يحتاج الى رفع ضخم للمياه. كل دي الشركة كانت بتارة انه من اسرارها مش عايزة تقدمها، وطبعا ده كان خطأ، لانه هنا انه يعني حسن النية كان لابد ان يتوفر يعني. بس على اي اساس وزارة الري رأيت انه تكلفة باهظة جدا غير العوائق المفنية؟ على اعتبار انها حسبت المسافة، انه التقرير المقدم بيتكلم على 110 مليار متر مكعب هناخدهم من نهر الكونغو، على اعتبار ان نهر الكونغو بيلقي في المحيط كل سنة ب 1284 مليار. احنا كلنا في نهر النيل بنتخانق على 84، هم بيحطوا فيهم كمان 1200 مليار ويرموهم في المحيط الأطلنطي بلا عائد. وبالتالي كان الأمر حتى اللي صرح به الرئيس الأوغندي يورو موسيفيني قال إنه ما فيش أمل لدول منابع النيل غير إن احنا ناخد وصلة من نهر الكونغو. مشروع من مهندس ميكانيكا في نيجيريا على ربط نهر الكونغو أيضا ببحيرة تشاد عشان خلق مجرى مائي عريض حفاظا على إهدار 1284 مليار في المحيط بطول 2400 كيلو. اذا مشروعنا ده مش مشروع جديد، يعني مشروع له مثيل وله مقترح قبل كده، وحتى قدم للبنك الدولي لتمويل هذا المجرى المائي اللي يصب في بحيره تشاد، وتشاد حضرتك عارفه على الحدود يعني. طيب ما بين المثلث مصر ليبيا السودان. الرفض بمنتهى الصراحه يا دكتور نادر، نقدر نقول انه رفض سياسي ولا رفض فني؟ رفض فني، كنت أأمل أن يتم إرجاء الرد النهائي عليه إلى حين التزام الشركة بتقديم ما امتنعت عن تقديمه، لأنه ما هو البديل؟ إحنا النهاردة تعداد دول منابع النيل، إحنا 11 دولة في نهر النيل، تعدادنا النهاردة 437 مليون ال 11 دولة. طيب إحنا كلنا هنتخانق على 84 مليون، سنة 2050 هيتضاعف هذا الرقم، هنبقى حوالي 870 مليون. هنجيب ميه منين؟ البديل اللي قالته الوزاره يبقى لازم حرب المياه هتيجي في دول منابع النيل اكيد. ده خوف، ده خوف وارد. الوزاره اللي قالته ان البديل ان احنا نركز في مفاوضات سد النهضه وتعويض او مشروعات استقطاب الفواقد باعالي النيل. هل معنى كده انه يعني بما ان حضرتك ترى انه يجب وجود بديل انك لا تعول على مفاوضات سد النهضه؟ هقول لحضرتك، لان اتفاقيه عنتيبي قفلت على مصر هذا المجال. اولا مثلا قناه جونجلي اللي احنا كان عندنا امل فيها في جنوب السودان، في جنوب السودان لما نهر النيل بيجي من اوغندا بيلاقيش انحدار فبيفرش على مسافه كبيره، بيفقد كل سنه من 30 ل 50 مليار. كان اتفقنا نستقطب جزء من هذا الهادر الكبير اللي بيصنف على انه اكبر مستنقع في العالم، هناخد منه 4 مليار في المرحلة الأولى قابلة لأنها تبقى 7 مليار نقسمها إحنا والسودان. هيعملوا إيه الأربعة أو السبعة اللي أنا بتكلم عليهم دلوقتي؟ دي نمرة واحد. نمرة اتنين، اتفاقية عن تيبي قالت إيه؟ قالت أن كل المستنقعات الموجودة في دول الموقعة على اتفاقية عن تيبي تفرض عليها السيادة المطلقة لهذه الدول، ويفرض عليها الحماية البيئية والتنوع الحيوي وعدم الإفراط فيها. كل ده بيقفلوا على مصر. ليه؟ لأن إثيوبيا قادت الخمس دول بتوع منابع النيل الأبيض معاها
على ان مصر كان لها امال تستقطب مياه من اوغندا حوالين بحيره كايوجا وحوالين بحيره البرت وبحيره فيكتوريا ثم في جنوب السودان، فقفلوا علينا باتفاقيه عنتيبي ان انا من حقي استقطب اي مياه من المستنقعات. طيب ثم ليه نقرب اتفاقيه عنتيبي اذا لم توقع عليها مصر والسودان حتى الان؟ بس اللي وقعوا عليها هم اللي فيهم المستنقعات، يعني اوغندا موقعه عليه، جنوب السودان اعلنت انها ستنضم رسميا وكادت توقع من شهرين لولا بروتوكول انه عقدت الجلسه في جنوب السودان، فما يصحش تاخد موقف عدائي ضد الضيوف اللي جايين اللي منها مصر والسودان الشمالي والكونغو ايضا لم توقع مثلنا، انما اعلنت انها ستنضم الى هذه الاتفاقيه. وبعدين طب ما احنا كان عندنا قناه جونجلي، القائد الحالي الرئيس جنوب السودان هو من قاد القوات ضد الشركه الفرنسيه اللي كانت انهت 80% من قناه نهر من قناه جونجلي، وهو اللي كسروا المعدات وخطفوا الفرنسويين وطردوهم من جنوب السودان اللي هو قائد جنوب السودان. فإذا حتى في المباحثات اللي تمت مع الجنوب السوداني يعني طرحوا عدة موضوعات للتكامل مع مصر، كلما نفتح موضوع قناة جونجري يقولوا ليس له أولويات حاليا بالنسبة لجنوب السودان. فبس أنا عايز أقول إن إذا كان أنا النهاردة عندي نقص 30 مليار هيرتفع إلى 75، على وزارة الري أن تقول لنا ما هو البديل الضخم يعني الذي ممكن اللي طرح غير كافي مثلا في يعني الاسباب الرفض لم تعطي البديل، لم تعطي الامل لمصر في مستقبل مائي. طيب. خلي بال حضرتك احنا كل ده بنفترض ايه؟ ان المياه القادمه من اثيوبيا ستظل كما هي. احنا لو نفذ سد النهضه بهذه السعه الى 74 مليار ستنقص حصه مصر 12 مليار زياده عن الارقام اللي احنا قلناها. يبقى اذا انا كمان متوقع غدر او متوقع نقص من الجانب الاثيوبي في المرحله الاولى 12 مليار. ما تبشر به مفاوضات سد النهضه، يعني حتى الان على الاقل رغبه اثيوبيا في طول امد المفاوضات، وهو امر طبعا لا يصب في صالح مصر. طب اسمح لنا دكتور نادر يكون معنا راي اخر من الدكتور مغاوري شحاته خبير المياه الدولي. مساء الخير دكتور مغاوري شحاته. مساء الخير استاذ ايمان، اهلا بيك دكتور نادر. حياتي ليك دكتور مغاوري. ترفض ام تؤيد قرار وزاره الري برفض مشروع ربط نهر النيل بنهر الكونغو؟ يعني احنا موضوع نهر الكونغو ده موضوع يعني ربما يكون اخذ اكثر من حجمه، وربما طرحه في موعد او في ظروف ازمه سد النهضه اداله نوع من الزخم اكثر مما كان يستحق. نعم. المشروع كما جاء في مذكره وزاره الموارد المائيه والري اللي مفندة في 22 بند، احنا طبعا قلناهم في اكثر من مناسبة واتفق عليهم في اكثر من حوار بان هذه الفكرة هي فكرة لكن يعني مستحيلة التنفيذ. صحيح نحن في ازمة مائية، لكن ليست كل دولة في ازمة مائية يمكن ان تذهب الى اي موقع لتأخذ منها احتياجاتها المائية، والا لأتحنا لاسرائيل مثلا انها تيجي تاخد مية نهر النيل. المسائل يعني يجب ان تكون بشكل موضوعي. قرار وزاره الموارد المائيه والري في هذا الموضوع هو رفض هذا المشروع، لانه ما فيش مشروع اصلا يعني من نواحي فنيه ومن نواحي قانونيه ومن نواحي مائيه ومن نواحي جيولوجيه، اشياء كثيره جدا جدا بتحكم هذا الموضوع. طيب. والحقيقه ان الاغلاق يعني من البدائل كما ذكر الاستاذ الدكتور بالضبط، يعني احنا امام البديل. نعم. رفضه. نعم. يعني الان يضعنا امام امر واقع، ما نعم. هو البديل خصوصا انه نبرة التفاؤل ربما واضح انها تراجعت هذه الايام من تجاوب اثيوبيا مع تقليل نسبة تخزين سد النهضة؟ لا طبعا، يعني لازم نعلن للناس او المختصين يعلنوا ان هناك ازمة في سد النهضة يعني تطل برأسها، وربما تكون يعني موجة عاتية في هذه المرة من الرفض وعدم التعاون. والمؤكد أن في ظل إصرار مصر على الاستخدام الأسلوب السياسي والدبلوماسي واضح أن رد فعله يعني ربما أن يعني الضحك من تحت يعني الضحكة صفراء، لكن اللي أنتوا بتعملوه ماشي أهلا وسهلا، ونتبادل الوفود ونتبادل الضحية ونتبادل الكلمات الحارة، لكن اللي احنا هنعمله ده واضح الموضوع موقف خطير في الحقيقه، يجب ان تنتبه له مصر الان
وأن يكون في موقف مغاير. طيب هل يعني من يعني تجمع لخبراء المياه في مصر الآن يعني خصوصا وأنه الدكتور نادر يعني قال لنا أنه وزارة الري كان لها استشارات مع بعض الخبراء الفنيين قبل إقرار الرأي في مشروع نهر الكونغو، هل نعم. من بدائل يمكن أن تجتمعوا عليها يعني طبعاً. في هذه المرحلة وطرحها على وزارة الري؟ لا 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 ده ما ندعو له وندعو أن يضم الأستاذ الدكتور نادر رأيه إلى وانضم إليه وننضم جميعا في أن نجلس في مؤتمر أو في ورشة عمل لطرح البدائل وطرح أسلوب العمل في المرحلة القادمة قبل الأمور ما تزداد سوء، لأن واضح لابد أن نعطي فرصة لحتى زيارة الرئيس السيسي إلى أثيوبيا ولقائه برئيس وزراء أثيوبيا أو رئيس أثيوبيا في المؤتمر القمة الإفريقي، ثم بعد ذلك يكون هناك رؤية في ضوء ما تسفر عنه المباحثات السياسية والدبلوماسية، لكن الرؤية الفنية أعتقد أنها رؤية صحيحة من وجهة نظر مصر، وهو أن هناك ضررا سوف يقع عليها وأن هناك حلول لابد أن تكون جاهزة للتعامل مع هذه الأزمة، وأنه لابد أن يتخذ مواقف واضحة وصريحة وحازمة حتى نفي مصر من شر الأخطار. أنا بدعو مع حضرتك ومع الدكتور نادر ومع كل زملائي في مجال العاملين في مجال المياه إلى هذا المؤتمر لنوضح للرأي العام ما هو الحل وما هي وما هو مصير الدولة في إطار بناء سد النهضة بما يحمله من مخاطر على مصر. نعم، أشكرك جزيلا دكتور مغاوري شحاتة دياب خبير المياه الدولي. أهلا بكم من جديد، وما زلنا نطرح آراء مختلفة حول قرار وزارة الموارد المائية والري برفض مشروع ربط نهر النيل بنهر الكونغو. دكتور نادر نور الدين، يعني دكتور مغاوري شحاتة دياب واضح أنه كان من رافضي هذا المشروع بشدة، ويعني ما يطرحه ورأي قيل أنه هل مبدأ المطالبة بنقل المياه خارج الحوض حوض النيل هذا أمر مباح ومعترف به وفقا للأعراف والقوانين الدولية؟ وزي ما حضرتك تفضلتي الدكتور مغاوري صديق واستاذ غالي وضميره الجميع دائما بيحكمه، ولكن هو وضعه الحالي كمستشار لوزير الري لشؤون المياه الجوفيه بيملي عليه ان هو لابد ان يتبنى راي وزاره الري، بالاضافه طبعا هو معارض الحقيقه، هو معارض من الاول الحقيقه دكتور مغاوري كان ضيفنا ومعارض لمشروع نهر الكونغو. ايوه، انما عزي يعني الامر الى خلافات شخصيه بينه وبين القائمين عليه، ولكني انا انكرتها لان انا عارف ضمير استاذ الجامعه ما بيدخلش فيه ابدا الامور الشخصيه. هو يعني رايه وامانه هو رافض للمشروع منذ البدايه. منذ البدايه ده صحيح. انما خليني مثلا اقول خروج المياه بره احواض الانهار، اولا في القانون الدولي ما فيش ما يمنع هذا، القانون الدولي اللي وقعته الامم المتحده سنه 97 ما فيش ما يمنع بدليل حدثين هقول لحضرتك عليهم. تركيا وقعت مع اسرائيل قبل نظام رجب طيب اردوغان الحالي، وقعت بيع مياه من نهر الفرات الى اسرائيل مقدارها 500 مليون متر مكعب ترتفع الى مليار متر مكعب من نهر الفرات اللي هو خاص بتركيا وسوريا والعراق. نعم.
وكادت أن تدخل إلى حيز التنفيذ لولا حادث ضرب الباخرتين التركيتين اللي حدث من كام سنة، وحدث قطع علاقات وألغيت المعاهدة بسبب هذا الأمر. إذن أنهم وقعوا فعلا معاهدة لخروج نهر الفرات إلى إسرائيل. الحدث الثاني، دولة عربية، الكويت، وقعت عقد مع إثيوبيا لشراء 350 مليون متر مكعب من المياه الإثيوبية، قالوا عنها أنها مياه جوفية وليست من مياه الأنهار حتى لا نضر مصر، لتصل من إثيوبيا إلى الكويت. إذن هذا خروج آخر من دولة من دول منابع النيل. ثالثا، أنه ليس هناك، إذا كانت الكونغو نفسها موافقة على أنه أصل هي إمتى الكونغو أو الدول اللي معها تعترض، إذا كانوا هيتضرروا من نقل كمية مية، إنما إذا كانوا هم بيرموا في المحيط 1200 مليار، يبقى لما تيجي مصر والسوداني الجنوبي والسوداني الشمالي ياخدوا 100 مليار يقتسموه مش هيأثر. لو جينا نتكلم على نقطة من النقاط الاعتراض اللي هو اقتصاديات المشروع، خلينا أكلمك على اقتصاد الباهظة. التكاليف الباهظة في سنة واحدة، العائد من المتر المكعب من المياه في قطاع الصناعة ندرسه للطلاب على إن العائد من المتر 50 جنيه. خليني أدي مصانع، أبني مصانع في مصر، أدي الموجودة حاليا وديها 10 مليار متر مكعب مية من اللي هتيجي، يبقى 10 مليار في 50، 500 مليار في سنة واحدة من التوسع في المصانع اللي هتتحول مصر إلى دولة صناعية. نعم. قطاع السياحة، الفندقة والفنادق والريزورتات والمنتجعات السياحية، العائد من المتر المكعب 500 جنيه، خليني أديهم مليار عشان بس أعمل عدد من الفنادق، تبقى مليار في 500، أدي كمان 500 مليار جنيه في سنة واحدة. يعني أنا ما بتكلم على هنا 500 مليار وهنا 500 مليار من الصناعة ومن السياحة فقط، أنا اتكلمت هنا على تريليون جنيه مصري اللي بنتكلم عليه، إن ده تكاليف يعود في سنة واحدة، بخلاف بقى ما سيذهب لقطاع الزراعة لاستصلاح 4 مليون فدان من الوفرة المائية، وبالتالي سد وفجوة غذائية وسد دولارات ونقد أجنبي نستخدمه في الاستيراد. أنا مع الاعتراضات اللي الصعوبات الهندسية مش واضحة، لأنه القائمين على المشروع بيعتبروها سر. يعني حضرتك شايف أنه المشروع لم يتم عرضه بالشكل اللي فيه شفافية تسمح للوزارة بأنها تأخذه مأخذ الجد؟ نعم، يعني القائمين على المشروع امتنعوا عن تسليم بعض الأمور اللي هي منها ميزانية المشروع، مصدر التمويل، الخطوط التوصيل فين، حتى المجرى. تعتقد انه قرار الوزارة هيكون نهائي بما انك ترى في المشروع انه ممكن يكون فيه حل وبديل قوي؟ لا، انا ما اعتقدش انه نهائي، وكنت ارجو ان الوزارة تقول انه المتعاونين على المشروع، المقدمين للمشروع، لم يتعاونوا بالقدر الكافي مع وزارة الري لكي نقبل، لكي يقنعينا بالمشروع او حتى نرفضه. انما حتى لدرجة ان هم افترضوا مسار للقناة الى بحيرة ألبرت، وبعدين قالوا التكاليف هنا تبقى كتير. طب بحيرة ألبرت اصلا مش ممكن تشيل 100 مليار اللي بينبع منها النيل الابيض يعني، فاصلا الافتراض ليه؟ لان الجهة المقدمة للمشروع لم تمدهم بالرسومات الهندسية ولا بالتكاليف ولا بمصادر التمويل. هذا البديل ما ذكرته عن تعاون ما بين خبراء المياه لطرح بديل، ترى انه الاوقع معالجة هذه الاخطاء في عرض مشروع ربط نهر النيل بنهر الكونغو، أم أن تجتمعوا وتبحثوا عن بديل قوي بما أننا نتحدث عن يعني استبعاد قوي لأن تتنازل إثيوبيا عن الساعة التخزينية المبالغ فيها لسد النهضة؟ ده هو مش المشكلة إن هو سد وحيد، دول أربع سدود وراء بعض إجبارية، فتمرير هذا السد، هم ليه بيجروا عايزين يمرروا سد النهضة؟ لأن تمريره معناه إن هم لازم يبنوا الأربع سدود اللي وراه، لأن كم الطمي الهائل اللي بيحمله النيل الأزرق هيردم هذا الطمي. فبالتالي أمام المجتمع الدولي، طالما أن مصر وافقت على مشروع سد النهضة فلا بد أن توافق على السدود اللي بعد منه، ده 74 وراء 147 وراء 40 وراء 9، كلهم مجموعهم 200 مليار. نعم. ماذا سنفعل وقتها؟ إذن أنا كمان كل الافتراضات اللي بعملها بفترض حسن النية وحسن الجوار مع إثيوبيا، إنما نية الغدر واضحة من إثيوبيا حتى الآن بدليل. يعني غير راضي عن الخطوات الفنية، خصوصا الإعلان عن رغبة في التأجيل، الأمر اللي رفضته مصر طبعا. لا أكتر من كده، يعني كان مفروض أن تعقد اللجنة في 4 ديسمبر، لم تعقد اللجنة في شهر ديسمبر، وإثيوبيا رفضت الاستجابة أو طلبت التأجيل في شهر يناير. إحنا النهاردة 22 يناير ولا توجد أي بوادر لانعقاد اللجنة في يناير، إذا أجلوا شهرين. ثانيا، كنا بنأمل انه المكتب الاستشاري مثلا هيوقع ويوقعوا مع العقد، قالوا لا، نختار المكتب في جلسة ونوقع العقد في جلسة تانية. مصر كانت متفقة معاهم على 5 شهور مدة العمل، طلبوا مد عمل المكتب الاستشاري الى من 12 الى 18 شهر.
إذن عشان يكون انتهوا من السد. هنا هم بيجرجرونا إلى لجان ولجان ولجان ومباحثات لغاية أما السد ينفد. ولو نفد بنعول على الموقف الدولي والقانون الدولي. وخلينا مع مشاهدينا سريعا نعرف الاتفاقات اللي تضمن حق مصر في حصتها المائية. إذن هذه حقوق مصر المائية والرغبة في الحفاظ على الأقل على حصاتها المائية مع توقع العجز المائي. دكتور نادر، تعتقد أنه زيارة مرتقبة ومتوقعة لرئيس السيسي إلى أثيوبيا قد تغير من الموقف؟ وهل لها علاقة بربما يعني أنه ربما تكون هناك أخبار عن توافق أثيوبيا أو تجاوب أثيوبي خصوصا بعد رفض نهر الكونغو، مشروع ربط نهر النيل بنهر الكونغو؟ شوفي حضرتك، السيد الرئيس قابل رئيس الوزراء المنتخب الاثيوبي في ملاوي عاصمه غينيا الاستوائيه في شهر 6 في اول انعقاد الاتحاد الافريقي. المره دي برضو السيد الرئيس رايح عشان في دوره للاتحاد الافريقي مقرها اديس ابابا في اثيوبيا لحضور جلسات الاتحاد الافريقي، وسوف يلتقي على هامش هذا الاتحاد او هذا المؤتمر بالتأكيد برئيس الوزراء الاثيوبي كالرئيس الشرفي يعني او المرحب او المضيف لهذا المؤتمر. انما احنا في من شهر 6 لغايه النهارده شهر يناير لم يحدث تقدم، يعني ما اعلنه الرئيس الوزراء الاثيوبي المنتخب من التزام بحسن النيه وحسن الجوار والعلاقات الجيده مع مصر لم نراه على ارض الواقع، بدليل ان حتى عندما احتكمنا الى المكتب الاستشاري سرعت اثيوبيا لكي تعلن ان هذا المكتب ليس مكتب تحكيمي ولا قراراته تلزم اثيوبيا بشيء، وانما قراراته should be respected، تحترم فقط. شوف حضرتك، أنا ليا 4 كتب عن منابع النيل ومترجم كتاب أجنبي في من إنجلترا إلى العربية، فأنا أعرف كل شبر في دول منابع النيل وفي إثيوبيا ورأيها ورأي علمائها إيه. هما ينظرون إلى سد النهضة على إنه مش تنمية فقط، ولكنه أيضا له هدف سياسي وإقليمي، إن هو الريادة على شرق القارة الإفريقية على حساب مصر. وبالتالي احنا بنتكلم مع الاثيوبيين ان التنميه في اثيوبيا لا يجب ان تكون على حساب تراجع التنميه في مصر، ولا على حساب جثث المصريين، ولا على حساب حسن الجوار. هم كانوا رافعين شعار لماذا تقدمتم ولماذا تاخرنا، يعني هنا يبين انه العمليه فيها حاجز نفسي. تقدمتم بفعل المياه التي تاخذونها مننا، واحنا تاخرنا لان انتم بنديكم ميه النيل وما بيفضلناش ميه. فطلعت الأمم المتحدة تقرير في العام الماضي قالت موارد إثيوبيا من الأنهار العديدة اللي عندها، مش كلها طبعا نهر النيل، عندها أنهار خارج نهر النيل، نهر أمه مثلا بينها وبين كينيا، نهرين مع الصومال إشبيلية وجوبا، نهر مع جيبوتي. قالوا إن موارد إثيوبيا من أنهار 122 مليار، يخرج منها لنهر النيل 72 مليار، إذن يتبقى لإثيوبيا من مياه الأنهار 50 مليار لا تسحب منهم أكثر من 3%، إذن لديها وفرة مائية لا تستخدمها، وبالتالي ليس هناك داعي لبناء هذا السد الضخم، يعني حتى الأمريكان في تحقيق قريب في الكونجرس أعلنوا أن هذا السد مبالغ في حجمه، لا تحتاجه إثيوبيا، يبدو أنه سدا لتخزين المياه أكثر من كونه سدا لتوريد الكهرباء. ورغم ذلك يعني يبدو أن هي مصرة على إكماله كنوع من ما زالت نعم أيوه إنها تريد السيطرة على مقدرات مصر، تريد أن ينتقل المحبس بتاع النيل
أن يخرج بأمرها من إثيوبيا وكأنه نهرا إثيوبيا لنا فيه حصة وليس نهرا دوليا مشتركا تملكه مصر والسودان وإثيوبيا. فليس لها جميل أنها دولة المنبع ولا عيب فينا أننا دولة المصب. قانون الدولة بيحكم هذه العلاقة وبيقول انها لما تيجي تبني سد لازم تاخد موافقه دوله المصب ولازم ما تاثرش عليها وتمدها بالرسومات والدراسات الخاصه، وهذا كله لم يحدث. اذا تدوير القضيه اصبح امامنا في خلق حشد دولي ضد اثيوبيا لكي تتراجع عن هذه السعه المائيه الضخمه، حتى ان احنا عرضنا على اثيوبيا عمليا في مؤخرا عشان الوقت ان سدين 14 مليار هيولدوا كهرباء اكتر من السد ال 74 وهذا لن يضر مصر، ومصر توافق على السدين وتشارك فيه ولكنها مصره على السد ال 74. اذا الهدف هو حجز المياه لانها ترى ان المياه في الغد سوف تكون اغلى من البترول واغلى من الذهب والبلاتين، وبالتالي يعني ستروجها لنا ولغيرنا. ملف اكيد متواصل وما زال مطروحا للنقاش، يعني على امل الوصول الى اي جديد في المفاوضات التي ما زالت تعول عليها الدولة كما هو واضح. أشكرك دكتور نادر نور الدين أستاذ الزراعة والموارد المائية بكلية الزراعة جامعة القاهرة. أهلا، أشكركم المشاهدين ونلقاكم الأسبوع القادم حلقة جديدة من إفريقيا.